السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مقطع جديد على قناتكم قناة عشيرة الأوتاكو. في أي أنمي أكشن أو قتال أو شونين يكون فيه قتالات رهيبة وجبارة، بس قليلا ما تجد قتال رائع وفي نفس الوقت يكون إنتاجه يسحر البصر، يعني يكون فيه تحريك وأنيميشن خرافي. فاليوم أتقدم لكم أفضل 10 قتالات رهيبة بأنيميشن خرافي وإبداع من الاستوديو، والترتيب وترتيب عشوائي، ووضعت قتالات اللي بالنسبة لي هم الأفضل من ناحية الأنيميشن وأيضا القتال بين الشخصيات. وأيضا راح أضع لكم جميع التوقيتات حتى لا أحرق على أي أحد، فبدون طلع أكثر لا تنسى اللايك والاشتراك ويلا بينا. نبدأ بقتال إيتشيغو ضد إلوكيورا من أنمي بليتش. الصراحة ما أحب استوديو بيروت بسبب وضعه للفيلارات في نص الأحداث زي ما فعلوا في أنمي ناروتو في حرب النينجا الرابعة، يضعون لك فيلر. فالمهم في هذا القتال استوديو أبدأ بشكل لا يوصف، والقتال في البداية كان لصالح إلوكيورا، ولكن البطل إيتشيغو بعد تحوله إلى الهولو انقلبت الطاولة، والقتال كان أسطوري وحماس ألف وكان جلد في جلد، والصراحة قتال لا يوصف. قتال ناروتو وساسكي. اوه بعد مئات الحلقات رأينا اخيرا قتال ابرز شخصيتين في انمي ناروتو، واللي هو البطل ناروتو اوزوماكي وخصمه وفي نفس الوقت صديقه اوتشيها ساسكي. قتال كان اكثر قتال منتظر في انمي ناروتو، واستوديو بيروت كان يضيف في الارات وتمطيط وكذا، ولكن في القتال ابدع بشكل مو طبيعي، وايضا نهاية القتال كانت غير متوقعة، وكلا الطرفين قدموا كل ما عندهم. قتال جوكو وفيجيتا ضد برولي. فالفيلم هذا كان جميع الأوتاكو ينتظرونه بفارغ الصبر، وبعد نزول حطم الأرقام القياسية في عدد المشاهدات والمبيعات. التلات كانت بمعنى الكلمة رهيبة جدا، قوة جوكو وفيجيتا وبرولي كانت شيء لا يوصف. باختصار القتال كان تحفة فنية ورائعة من ناحية الأنيميشن وأيضا التحريك والقتال، وفي كل شيء كان بمعنى الكلمة رهيب. قتال لوفي ضد كايدو. اخ القتال هذا رأيته في المانجا وكنت متشوق جدا اشوفه في الانمي. بعد مرور وقت استوديو توي انيميشن العريق يفاجئونا باسلوب انيميشن جديد في ارك وانو، اما في القتال كان شيء لا يوصف. قتال كان رائع جدا، خصوصا انه كان بين البطل مونكي دي لوفي وضد احد اليونكو الخمسة واللي هو كايدو، فالصراحة قتال من اروع قتالات في ون بيس. قتال تانجيرو ضد ريو من انمي كيميتسو نو يايبا او قاتل الشيطان. اخ القتال هذا كان روعة. تانجيرو البطل لم يستسلم مع كل المحاولات التي باءت بالفشل، بس في الاخير قضى على خصمه بالقوة والعزيمة بمساعدة اخته نيزوكو. ايضا الاصلي كان في القتال كان رائع، والتحريك والانيميشن كان شيء لا يوصف. الاستوديو اسمه أوفوتابلي واول مرة اسمع به، فلما بحثت شويتين وجدت ان هذا الاستوديو هو من انتج ايضا سلسلة فيت، فالصراحة عمله دقيق ورهيب وابدعوا في هذا القتال. My hero.
قتال All Might ضد All For One من أنمي بوكو نو هير. أوه كمية الحماس كان خرافي، خصوصا انك تشوف افخم شخصية في أنمي بوكو نو هيرو تقاتل مع ذاك المدعو All For One. أسطورة الأساطير All Might قاتل بكل ما عنده وجلد خصمه وتم جلده هو أيضا، وكان تحريك الأنيميشن شيء مرة رهيب، وكان من إنتاج استوديو المشهور استوديو بون. القتال التالي معانا هو ليفاي ضد داكيني والفرقة العسكرية من الجزء الثالث من أنمي هجوم على العمالقة أو شينجيكي نو كيوجين. كمية الإبداع في التحريك في هذه اللقطة كانت شيء مرة رهيب، وظهور كيني لأول مرة كان شيء فخم، زائد رد فعل ليفاي بعد رؤيته كان شيء لا يوصف، والأنيميشن والتحريك كان مرة رهيب. الجزء الثالث كان من استوديو ويت، أما الجزء الرابع غير الاستوديو وأصبح استوديو مابا. القتال التالي معانا إدوارد إيرليك ضد الأب أو فادر من أنمي فول ميتال ألتيميت برادرهود، والقتال هذا كان حاسم وكان الأمل الأخير للبشرية. الصراحة القتال كان خرافي من الإنتاج والتحريك وكل شيء، كان من استوديو بونز الشهير، وهذا الاستوديو عمل إعادة إنتاج لأنمي فول ميتال في سنة 2009. القتال التالي معنا الكثير من الناس تصنفه كأفضل قتال في هذه السنة، وهو قتال جين موري ضد هان دي من أنمي The God of the School. قتال هذا فيه أشياء تبهر البصر ويسحر المتابع لمتابعة القتال حتى النهاية. التحريك الأنيميشن كان من استوديو مابا، والأنمي هذا مقتبس من مانهوا كورية ويستحق يكون معنا في المقطع. واخر قتال معانا هو قتال موب ضد كايوما. القتال هذا كان رهيب، ولما نشوف يعني موب غاضب فاعرف ان الحلقة ستكون خرافية ومدهشة. موب الولد الذي يملك قوة خارقة ولا يستعملها لكي يعيش حياة عادية، ولكن لما تصل عواطفه لمئة في المئة فيتغير 360 درجة. فالقتال هذا مع كايوما كان اسطوري وكان جلد في جلد بدون اي رحمة، وهو ايضا من استوديو بونز الشهير، والصراحة ابدع في كل شيء، لا توجد كلمات لوصف هذا القتال، والقتال صراحة قتال جبار. فإلى هنا ينتهي مقطعنا لهذا اليوم، أتمنى يكون عجبكم المقطع يا رهيبين. كالعادة بدي أوصيكم لا تنسى اللايك والاشتراك، إذا عجبك المقطع أتمنى تنشره مع أصدقائك، هيك تساعدني بشكل كبير. وشكرا جزيلا مرة أخرى على المشاهدة، ونلتقي بمقطع آخر إن شاء الله. جانا منا.